كان بكل مقاييس وبكل صدق أنه كان عرس مسرحي فني كبير، خصوصا من ناحية تنظيمية ومن ناحية الإقبال ومن ناحية حسن الضيافة والكرم والاهتمام والجميل في هذه الدورة، هذه اللي هي الدورة 13، أنني كرمت جانب أصدقاء عاشرتهم واشتغلت معهم مدة خمسة عقود، وكانوا دائما أنه الدليل وأجمل الأشياء أنني الطابع اللي كان يميز هذه الدورة هو أنني كرمت مع صديقتين حبيبتين حميمتين عاشرتهما مدة 50 سنة، واشتغلنا جميع وكنا اللحظات اللي قضينا مع بعضنا كانت أكبر من اللحظات اللي قضينا مع العائلات ديالنا. عشنا اللحظات ديال المتعة، لحظات ديال الفرحة، لحظات ديال التصفيقة ديال الجمهور، الإقبال الجماهيري، ولكن موازاة مع ذلك عشنا لحظات اللي كانت شوية مؤلمة، فقدنا الواحد مجموعة ديال العناصر ديال فرقة المسرح الوطني، سي عزمو، محمد خدي، عبد الكبير الشباتي، لبنى فاسيتي، فاطمة المزيان، هذو أسماء اللي فقدناهم، ونتمنوا إن شاء الله على أن الله سبحانه وتعالى أنه يرحمهم ويجدد عليهم الرحمة في هذه المناسبة. ومن هذا المنبر كنشكر أصدقائي وإحبائي إخواني أعضاء فرقة المسرح الوطني، وعلى رأسهم المايسترو الفنان الكبير، الفنان المغمور الذي لا يتكلم ولكن كلامه يظهر فوق الركح، الأستاذ صديقي اللي عاشرته تقريبا من سنة 72 اللي هو السي عبد اللطيف الشراوي، كان الجنود تحية. أما بالنسبة للمهرجان كيف بدكم، راه كان جميل، والأجمل هو هذا التهافت ديال هاد المواقع اللي تبارك الله ولات بواحد الشكل اللي هو غريب لا ينتهي. نتمنى لكم ان شاء الله على ان هاد اللحظات اللي تنقولوا هادشي يتبلغ بامانه، بالاضافه لانه انا اللي كيألمني بكل صدق هو انني ملي كندير شي كنسمع شي تعاليق اللي هادشي علاش انا متحفظ باش ما كنبغي نهضر في هاد المواقع.